حياكم الله. اليوم بنسوي كيكة الموز من كيكات القهوة، من الكيكات اللي مصنفة ككيكة قهوة. راح تتكون من حشوة وكيكة. نبدأ نسوي الحشوة. الحشوة بسيطة مرة، نضيف الدقيق والسكر البني ونخلطهم مع بعض، ونضيف القرفة بعد. الحين نضيف الزبدة بحرارة الغرفة ونفركه مع الدقيق والسكر. نضيف جوز الهند، رقائق جوز الهند والشوكولاتة والجوز، خلاص نخلطهم وتصير الحشوة جاهزة. بإناء ثاني أضفنا الزبدة بحرارة غرفة وسكر ونضربهم ضرب زين. نضيف البيض ونخلط، ونضيف الفانيليا. هذا مستخلص الفانيليا من ملتقى الخبازين، ممتاز مرة. هرسنا الموز ونضيفه للخليط ونخلطه. ننخل الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا على السوائل. نخلط شوي شوي بدون خلط كثير لين يتمزج الخليطين، خلاص. خليط الكيك الحين معنا جاهز، نروح للقالب. القالب يكون دائري مفتوح مع النصف، ضروري يكون مدهون بالزبدة بعدين مرشوش عليه دقيق حتى تطلع معنا الكيكة. الحين نضيف نصف الحشوة، نصف كمية الحشوة. الحين نضيف جزء من الكيكة على كامل. الحين نضيف باقي الحشوة على كامل الدائرة. نضيف باقي الكيكة على الوجه الأخير، وراح نخبز إن شاء الله على حرارة 160 تقريبا 50 دقيقة. تشغيل.